إيه هي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل؟ لبن الأم غني بجميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الطفل خلال الستة أشهر الأولى، لأنه بيحتوي على مجموعة من العوامل اللي بتحمي الطفل خاصة من نزلات البرد في أيام الولادة الأولى، في ظل إن الجهاز المناعي مازال بيتطور. بيساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض حتى في وقت لاحق من الحياة، لأنه فوائده طويلة الأجل. بيقلل من خطر السمنة على المدى البعيد. بيساعد على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى. بتساعد الرضاعة الطبيعية على تطوير الفك. الأطفال اللي بيتمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم بيحققوا نتائج أفضل في اختبارات الذكاء. مزايا الرضاعة الطبيعية للصحة النفسية للطفل. الرضاعة الطبيعية بتعتبر أول عملية احتواء حقيقي للطفل بعد الميلاد. بتؤهل الطفل للتعرف على العالم من خلال الأم والاندماج فيه. بتساعد في عملية الارتباط ما بين الطفل وأمه. للرضاعة الطبيعية أثر إيجابي على سلوكيات الطفل في المستقبل، وبتقلل من احتمالات إصابته بأمراض نفسية. أما عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، فممكن نقول إن الأم اللي بتقوم بالرضاعة من الثدي أكثر قدرة على التعافي من الولادة بشكل أسرع. بتقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي. بتقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر. بتساعد الأم على التخلص من السمنة